جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ صالح: كيف يستطيع الإنسان أن يقي نفسه من النظر إلى المحرمات، وما هي آثار النظر إلى الحرام؟ يستطيع أن يقي نفسه من النظر إلى المحرمات بالابتعاد عن مواطن الفتنة وظهور النساء التي لا يلتزمن بالحجاب الشرعي، يبتعد عن مواطن الفتنة وعن النظر إلى المسرحيات والتمثيليات الهابطة التي فيها قتل للحياء والحشمة، فلا ينظر إلى هذه الأفلام وهذه المسلسلات ودور السينما ودور الرقص والعري. عليه أن يبتعد عن هذه المواطن الموبوءة، أن يحفظ نفسه وبصره من النظر إلى هذه الأشياء أو ارتياد هذه الأشياء، وكذلك الأسواق التي تتبرج فيها النساء يبتعد عنها. الحاصل أنه يبتعد عن غشيان كل ما فيه فتنة وفيه مغريات، فبذلك يصون بصره عما حرم الله عز وجل. ومما يعينه على ذلك أن يتذكر عقاب الله جل وعلا، وأن يتذكر عظمة ربه وغضبه على من تجرأ على حرمات. البصر خطره عظيم، والنظرة إلى الحرام سهم مسموم من سهام إبليس كما جاء في الحديث. فهذا هو ما يقي من النظر المحرم. وأما آثار النظر المحرم فهي كثيرة، أعظم ذلك أنه يزرع الفتنة في القلب والعياذ بالله، ويجر إلى فعل الفاحشة والوقوع المحرم، لأنه وسيلة إلى الحرام. ومن ذلك أنه يؤثر في القلب نفاقا وفتنة، ويقلل فيه من الإيمان، فهو يؤثر في القلب، فهو يصيب القلب إصابة بليغة، أسأل الله العافية. كما أن غض البصر فيه مصالح، وفيه حماية للقلب، فيه تزكية للنفس، وفيه بعد عن الفواحش والآثام. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. بين سبحانه أن غض البصر حفظ الفرج، أنه زكاة وطهر للقلوب والأعمال. ومن أراد المزيد من معرفة مضار النظر إلى الحرام ومصالح غض البصر، فليراجع كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، فقد أجاد في هذا الكتاب وأفادنا.